زي اليوم من دول اتولد في الدنيا دي بنت وولد كانوا لنا طوق النجاة وغيروا شكل الحياة. اللي كان للدنيا دي حلم واللي كان ليها فيلم واللي كان لينا نجم وفنه بنستناه. اسأل تاريخنا تلاقي من العصر اللي اسمه الدائي واسمهم اللي باقي نور يديكوا الحياة في ميلاد نجم. 27 فبراير هو تاريخ ميلاد الفنانة كارولين خليل واللي بدأت حياتها الفنية من خلال المسلسل المصري الشهير أرابيسك، وبعدها بدأت في الظهور بشكل أكبر في المسلسلات زي مسلسل العائلة والناس، وتوالت أعمالها في التلفزيون بعدها وشاركت في مسلسلات متنوعة زي أهل كايرو وعايزة أتجوز والباب في الباب وبالحجم العائلي مع الفنان الكبير يحيى الفخراني. وفي السينما شاركت في أفلام زي فيلم إحنا تقابلنا قبل كده وخلي الدماغ صاحي. وبكده خلصت حلقتنا من ميلاد نجم. بنقول لنجمتنا كل سنة وهي طيبة، استنونا بكرة في حلقة جديدة.